أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد على قناة الدكتور محمد نخلي قانون وأدب. نلتقي اليوم حول قصيدة للشاعر العربي الكبير نزار قباني تحت عنوان بلقيس. وكان الشاعر قد كتب هذه القصيدة الحزينة بمناسبة وفاة زوجته وأم أبنائه بلقيس الراوي، النخلة العراقية، زرافة الكبرياء كما كان يسميها، راحت ضحية تفجير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ 10 دجنبر 81 900 و1000. فانهار نزار بعد أن سفك دم حبه الأكبر بأبشع الصور وبأكثر الطرق وحشية. رحلت بلقيس تاركة وراءها العصفور الدمشقي، راجفا من شدة البرد لا يستطيع أن يوقف رجفة يديه وهو يخط على غلاف كتاب الحب مرتيته لهذا العالم الوحشي. بعد وفاة بلقيس كتب نزار قباني مرتيته للعالم العربي كله وليس لبلقيس فقط، حتى أسال دموع العالم عندما ألقاها بقلب مكسور. ولن تجبره الحياة مهما طال به الأمد، قال قباني في قصيدته التي أسماها باسم حبيبته الراحلة بلقيس ما يلي: شكرا لكم، شكرا لكم، فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة، وقصيدتي اغتيلت وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل، بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق، كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي، يا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل، هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ يا نينوى الخضراء، يا غجرية الشقراء، يا أمواج دجلة تلبس في الربيع بساقها أحلى الخلاخل، قتلوك يا بلقيس، أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلابل؟ أين السموأل والمهلهل والغطاريف الأوائل؟ فقبائل أكلت قبائل، وثعالب قتلت ثعالب، وعناكب قتلت عناكب، قسما بعينيك اللتين إليهما تأوي ملايين الكواكب. سأقول يا قمري عن العرب العجائب، فهل البطولة كذبة عربية أم مثلنا التاريخ كاذب؟ بلقيس لا تتغيبي عني، فإن الشمس بعدك لا تضيء على السواحل. سأقول في التحقيق، سأقول في التحقيق، إن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل، وأقول في التحقيق، إن القائد الموهوب أصبح كالمقاول، وأقول إن حكاية الإشعاع أسخف نكتة قيلت
فنحن قبيلة بين القبائل. هذا هو التاريخ يا بلقيس، كيف يفرق الإنسان ما بين الحدائق والمزابل. بلقيس أيتها الشهيدة والقصيدة والمطهرة النقية، سبأ تفتش عن مليكتها، فردي للجماهير التحية. يا أعظم الملكات، يا امرأة تجسد كل أمجاد العصور السومرية. بلقيس يا عصفورة الأحلى، ويا أيقونة الأغلى، ويا دمعا تناطر فوق خد المجدلية. أترى ظلمتك إذ نقلتك ذات يوم من ضفاف الأعظمية. بيروت تقتل كل يوم واحدا منا، وتبحث كل يوم عن ضحية، والموت في فنجان قهوتنا، وفي مفتاح شقتنا، وفي أزهار شرفتنا، وفي ورق الجرائد والحروف الأبجدية. ها نحن يا بلقيس ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية، ها نحن ندخل في التوحش والتخلف والبشاعة والوضاعة، ندخل مرة أخرى عصور البربرية، حيث الكتابة رحلة بين الشظية والشظية، حيث اغتيال فراشة في حقلها صار القضية. هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟ فهي أهم ما كتبوه في كتب الغرام. كانت مزيجا رائعا بين القطيفة والرخام، كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام. بلقيس يا عطرا بذاكرتي، ويا قبرا يسافر في الغمام. قتلوك في بيروت مثل أي غزالة، من بعد ما قتلوا الكلام. بلقيس ليست هذه مرتية، لكن على العرب السلام. يا زوجتي وحبيبتي وقصيدتي وضياء عيني، قد كنت عصفوري الجميل، فكيف هربت يا بلقيس مني؟ بلقيس، هذا موعد الشاي العراقي المعطر والمعتق كالسلافة، فمن الذي سيوزع الأقداح أيتها الزرافة؟ ومن الذي نقل الفرات لبيتنا وورود دجلة والرصافة؟ بلقيس، إن الحزن يثقبني، وبيروت التي قتلتك لا تدري جريمتها، وبيروت التي عشقتك تجهل أنها قتلت عشيقتها وأطفأت القمر. بلقيس يا بلقيس يا بلقيس، كل غمامة تبكي عليك، فمن يا ترى يبكي علي؟ بلقيس، كيف رحلت صامتة ولم تضعي يديك على يدي؟ بلقيس، كيف تركتنا في الريح نرجف مثل أوراق الشجر، وتركتنا نحن الثلاثة ضائعين كريشة تحت المطر؟ أتراك ما فكرت بي وأنا الذي يحتاج حبك مثل زينب؟
أو عمر. بلقيس أيتها الأميرة، ها أنت تحترقين في حرب العشيرة والعشيرة، ماذا سأكتب عن رحيل مليكتي؟ إن الكلام فضيحتي، ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا عن نجمة سقطت وعن جسد تناثر كالمرايا. ها نحن نسأل يا حبيبة إن كان هذا القبر قبرك أنت أم قبر العروبة. بلقيس يا صفصافة أرخت ضفائرها علي، ويا زرافة كبرياء، بلقيس إن قضاءنا العربي أن يغتالنا عرب ويأكل لحمنا عرب ويبقر بطننا عرب ويفتح قبرنا عرب، فكيف نفر من هذا القضاء؟ كيف نفر من هذا القضاء؟ فالخنجر العربي ليس يقيم فرقا بين أعناق الرجال وبين أعناق النساء. بلقيس إن هم فجروك فعندنا كل الجنائز تبتدئ في كربلاء وتنتهي في كربلاء. لن أقرأ التاريخ بعد اليوم، إن أصابعي اشتعلت وأتوابي تغطيها الدماء. ها نحن ندخل عصرنا الحجري، نرجع كل يوم 1000 عام للوراء. البحر في بيروت بعد رحيل عينيك استقال، والشعر يسأل عن قصيدته التي لم تكتمل كلماتها ولا أحد يجيب على السؤال. الحزن يا بلقيس يعصر مهجتي كالبرتقال. الآن أعرف مأزق الكلمات، أعرف ورطة اللغة المحالة، وأنا الذي اخترع الرسائل لست أدري كيف أبتدي الرسالة. السيف يدخل لحم خاصرتي وخاصرة العبارة، كل الحضارة أنت يا بلقيس والأنثى حضارة. بلقيس أنت بشارة الكبرى، فمن سرق البشارة؟ أنت الكتابة قبلما كانت كتابة، أنت الجزيرة والمنارة. بلقيس يا قمر الذي طمروه ما بين الحجارة، الآن ترتفع الستارة، الآن ترتفع الستارة. سأقول في التحقيق إني أعرف الأسماء والأشياء والسجناء والشهداء والفقراء والمستضعفين، وأقول إني أعرف السياف قاتل زوجتي ووجوه كل المخبرين، وأقول إن عفافنا عهر وتقوانا قذارة، وأقول إن نضالنا كذب وأن لا فرق بين السياسة والدعارة. سأقول في التحقيق إني قد عرفت القاتلين، وأقول إن زماننا العربي مختص بذبح الياسمين وبقتل كل الأنبياء وقتل كل المرسلين. حتى العيون الخضر يأكلها العرب، حتى الضفائر والخواتم والأساور والمرايا واللعب، حتى النجوم تخاف من وطني ولا أدري السبب، حتى الطيور تفر من وطني ولا أدري السبب،
حتى الكواكب والمراكب والسحب، حتى الدفاتر والكتب، وجميع أشياء الجمال جميعها ضد العرب. لما تناثر جسمك الضوئي يا بلقيس لؤلؤة كريمة، فكرت هل قتل النساء هواية عربية أم أننا في الأصل محترفو جريمة؟ بلقيس يا فرس الجميلة، إنني من كل تاريخي خجول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول. من يوم أن نحروك يا بلقيس يا أحلى وطن، لا يعرف الإنسان كيف يعيش في هذا الوطن، لا يعرف الإنسان كيف يعيش في هذا الوطن. ما زلت أدفع من دمي أعلى جزاء كي أسعد الدنيا، ولكن السماء شاءت بأن أبقى وحيدا مثل أوراق الشتاء. هل يولد الشعراء من رحم الشقاء؟ وهل القصيدة طعنة في القلب ليس لها شفاء؟ أم أنني وحدي الذي عيناه تختصران تاريخ البكاء؟ سأقول في التحقيق، سأقول في التحقيق، كيف غزالتي ماتت بسيف أبي لهب. كل اللصوص من الخليج إلى المحيط يدمرون ويحرقون وينهبون ويرتشون ويعتدون على النساء كما يريد أبو لهب. كل الكلاب موظفون ويأكلون ويسكرون على حساب ألي بلهب. لا قمحة في الأرض تنبت دون رأي أبي لهب. لا طفل يولد عندنا إلا وزارت أمه يوما فراش أبي لهب. لا سجن يفتح دون رأي أبي لهب. لا رأس يقطع دون أمر أبي لهب. سأقول في التحقيق، كيف أميرتي اغتصبت، وكيف تقاسم فيروز عينيها وخاتم عرسها، وأقول كيف تقاسم الشعر الذي يجري كأنهار الذهب. سأقول في التحقيق، كيف سطوا على آيات مصحفها الشريف وأضرموا فيه اللهب. سأقول كيف استنزفوا دمها وكيف استملكوا فمها، فما تركوا به وردا ولا تركوا عنب. هل موت بلقيس هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب؟ بلقيس يا معشوقتي حتى التمالة، الأنبياء الكاذبون يقرفصون ويركبون على الشعوب ولا رسالة. لو أنهم حملوا إلينا من فلسطين الحزينة نجمة أو برتقالة، لو أنهم من ربع قرن حرروا زيتونة أو أرجعوا ليمونة ومحوا عن التاريخ عارة، لشكرت من قتلوك يا بلقيس يا معبودتي حتى التمالة، لكنهم تركوا فلسطينا ليغتالوا غزالة. ماذا يقول الشعر يا بلقيس في هذا الزمان؟ ماذا يقول الشعر في العصر الشعوبي المجوسي الجبان، والعالم العربي مسحوق ومقموع ومقطوع اللسان؟ نحن الجريمة في تفوقها، فما العقد الفريد وما الأغاني؟ أخذوك أيتها الحبيبة من يدي، أخذوا القصيدة من فمي، أخذوا الكتابة والقراءة والطفولة والأماني. بلقيس يا بلقيس، يا دمعا ينقط فوق أهداب الكمان.
علمت من قتلوك أسرار الهوى، لكنهم قبل انتهاء الشوط قد قتلوا حصاني. بلقيس أسألك السماح، فربما كانت حياتك فدية لحياتي. إني لأعرف جيدا أن الذين تورطوا في القتل كان مرادهم أن يقتلوا كلماتي. نامي بحفظ الله أيتها الجميلة، فالشعر بعدك مستحيل والأنوثة مستحيلة. ستظل أجيال من الأطفال تسأل عن ضفائرك الطويلة، وتظل أجيال من العشاق تقرأ عنك أيتها المعلمة الأصيلة. وسيعرف الأعراب يوما أنهم قتلوا الرسول، قاتلوا الرسول.